كل شبر في نهطاي هيتم تغطيته بالمياه وايضا خدمات الصرف الصحي. ان شاء الله ده يعم على كل قرى مصر. إن احنا بنشوف اهو معاكم يمكن بالصور وعلى ارض الواقع الشغل شغال ازاي وبسرعه كبيره. ان شاء الله كل القرى يمتد اليها الموضوع ده بالفعل شغال الحقيقه في كل القرى، ولكن احنا طبعا هنجيب لكم اتباعا من كل محافظات الجمهوريه ايه اللي بيدور على الارض. خلينا نعرف تفاصيل اكتر الحقيقه عن الخطوات الكبيره اللي بتشهدها محافظه الغربيه في مشروع حياه كريمه، واللي تم انجاز العديد من المشروعات فيها لتحقيق نهضه طبعا تنمويه شامله في الخدمات لكل سكان الريف، خصوصا انه مستهدف يتم تنفيذ 1070 مشروع ما بين محطات صرف صحي ومدارس ومجمعات خدمات وتوصيل الغاز الطبيعي وغيره من مشروعات التطوير والتنمية. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتور زينب سامي، منسق عام حياة كريمة في محافظة الغربية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباح الخير على مصر كلها من أرض الغربية وخاصة قرى مركز ومدينة زفتة، والبالغ عددهم 54 قرية و88 تابع، وعدد سكان 599 ألف نسمة إن شاء الله شغالين على خدمتهم. واللي في الحقيقة المركز بيشهد نسب تنفيذ عالية ببعض محاور التنمية في القطاعات الخدمية المختلفة، واللي عددهم أكثر من 14 محور. طيب دكتور، يعني حضرتك اديتينا شوية أرقام كده في البداية، دي هتخليني أسألك بقى عن التفاصيل والتقسيمة لكل هذه القرى وأيضا التوابع. إزاي من البداية خالص عايز اعرف من حضرتك ازاي تم رصد كل ما يحتاجه، مش هتكلم بقى في كل قريه، ده كل تابع او كل عزبه او كل نجع موجود في كل قريه. في البدايه احنا اول ما نزلنا زفت عملنا عقد لقاءات جماهيريه وحصرنا كافه مطالب الاهالي بالقرى، تم مراجعه كل المطالب دي مع كافه الجهات التنفيذيه، وخرجنا في الاخر بخطه تنفيذيه بكافه المشروعات اللي احنا نقدر نشتغل عليها، وبالفعل بدأنا عليها من شهر مارس اللي فات في 2021 بدأنا المشروعات دي. كان ايه ابرز مطالب الناس لما اجتمعتوا بيهم؟ يعني كانوا محتاجين ايه بشكل اساسي ومحوري وبدأ بالفعل تنفيذه على الارض؟ كان لسه دلوقتي معانا في المداخله اللي كان التسجيل الفيديو اللي كان مع حضرتك، كنا بنتكلم عن الصرف الصحي. احنا حاليا في القرن ال21 وفي كوره حتى الان محرومه من خدمات الصرف الصحي. كان عندي في زفتة 38 قرية بس من أصل ال 54 قرية مخدومين بالصرف الصحي، لكن مع البناء العشوائي والامتدادات العمرانية ظهرت بعض المناطق المحرومة من هذه الخدمات. لكن بعد توصيات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية إن مفيش بيت في أي قرية في مصر إلا وهيدخله كافة المرافق، بدأنا إن احنا نقول لازم نعمل مادة تدعيم صرف صحي داخل ال 38 قرية. اما ال 16 قريه التانيين اللي كانوا محرومين من خدمات الصرف الصحي نهائي، بدانا في انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع، والكلام ده كان بدايه من مارس لحد دلوقتي وصلنا نسبه تنفيذ في محور الصرف الصحي حوالي 60%. كبير محور الصرف الصحي 60% من شهر مارس اللي فات، يعني خلال 5 شهور تقريبا. كان عندنا 80 مشروع بدانا في 65 ونهينا 25 مشروع منهم. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك عن فكره توفير فرص العمل. هي مشروع حياه كريمه مش بس بيوفر منازل او مش بس مدارس او حتى مش بيوفر الخدمات او المرافق، لكن كمان في توفير فرص عمل بشكل كبير. منذ البدايه حضرتك قلتي ابتديتوا في مارس 2021، من مارس 2021 يعني قبلها كانت نسبة البطالة في محافظة الغربية تقريبا قد إيه، وهل انخفضت بالفعل ولا لا؟ نسبة البطالة قبل حياة كريمة وقبل بدء المشروع القومي كانت بتمثل نسبة كبيرة أكثر من 50%. بعد ما بدأنا حياة كريمة وبدأت المشروعات القومية بتتم وتم توجيه إن أهل القرى هم أكثر ناس أو أولى بالعمل داخل المشروعات القومية، بدأت نسبة البطالة عندي تقل، وطبعا تم دمجهم في كافة المشروعات. أيضا في برامج بتوفرها وزارة التضامن زي برنامج فرصة، البرنامج ده قايم في الأصل على التوظيف في القطاع الخاص أو توفير مشروعات وتمكين اقتصادي لكل الأهالي. طب الاشتراك ازاي يا فندم، أو التقدم لبرنامج فرصة ده بيكون ازاي وإيه شروطه؟
عن طريق أقرب وحدة اجتماعية خاصة بأي قرية في الأهالي، بيبتدوا إن هم يروحوا يقدموا، بيكون في استمارة فيها بعض البنود، بيبتدي تغطية البنود دي، ولو منطبق عليهم كافة الشروط بيبتدي إن هم يظبطوا لهم يا إما زي ما اتفقنا فرصة عمل في القطاع الخاص، أو حتى مشروع للتمكين الاقتصادي ممكن يقدروا يعملوه جوه بيتهم. جميل جدا. طب حضرتك يعني بتقول انه في 14 محور تقريبا بيتم فيهم طبعا الاعمال اللي احنا بنشوفها. احنا اتكلمنا يمكن شويه عن محور المياه والصرف الصحي، لكن طبعا محافظه الغربيه بتتسم بطبعا النشاط الزراعي بشكل اساسي، وايضا في توسع في النشاط الصناعي المفروض يكون ايضا من خلال حياه كريمه، مجموعه من المجمعات الصناعيه. لو حضرتك كلمتينا برضو ايضا عن القطاعات الزراعية والصناعية، ما الذي يتم دلوقتي على أرض الواقع؟ حاليا في الغربية احنا عندنا في مركز زفتة في حوالي 12 مشروع خاص بالمجمعات الزراعية والبيطرية، بدأنا بالفعل في 8 مشروعات منها، نسبة التنفيذ حاليا وصلت ل 3% في المحور ده. المجمعات الصناعية الفترة الجاية احنا بنعمل خطة طموحة اننا نكون متواجدين في كل القرى الام. طبعا احنا عندنا في مركز زفتة بيتميز بصناعة، عندنا قرية مهمة شبرا ملس بتتميز بصناعة الكتان، الفترة الجاية ان شاء الله تشهد طفرة في الصناعة، في هذه الصناعة في عندنا ميت الحارون وكفر ميت الحارون، دول بيتميزوا بصناعة الكاوتش على مستوى الجمهورية. في عندنا قرى زي السملاوية وغيرها بتشتهر بصناعة المنظفات، إن شاء الله الفترة الجاية هنبتدي إن احنا نعمل المشروعات دي بتكنولوجيا أعلى أو بطفرة أعلى. جميل جدا. يعني كل قرية وعلى حسب تميز أهلها فيها هيكون ليها مجمع صناعي يعزز طبعا من قيمة العمل اللي بيقوموا بيه، وبتزود كمان فرص عمل. إن شاء الله. طيب دكتور، يمكن احنا اتكلمنا مع حضرتك عن المجمعات الصناعية واتكلمنا عن الترفيق وأيضا توفير فرص العمل، بس خليني أسأل حضرتك عن المشروعات السكنية. مشروع سكن كريم مستهدف يتم بناء كام منزل فيه، وأيضا يعني المواصفات والشروط، لو حضرتك تدينا شوية تفاصيل عن مشروع سكن كريم. مشروع سكن كريم بدأنا إن احنا ننزل الكرة ونشوف الأهالي المنطبق عليهم شروط سكن كريم. بدأنا بحصر 1737 أسرة مستحقة، 1737، وبعد ما تم حصر الرقم ده بدأ يظهر إن احنا في عندنا بعض الشكاوى أو بعض التظلمات، إن الأهالي محتاجين إن احنا يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى. بدأنا إن احنا نفتح التظلمات تاني حتى يوم 10 سبتمبر، حاليا شغالين على حصر للمشاكل اللي كانت، لو حد عامل تظلم من الأهالي أو حتى هنضيف جديد حد من أهالينا داخل مبادرة سكن كريم. هو حتى الآن يا فندم حضرتك قلتي 1737 أسرة. 37 أسرة. طيب معلش، يعني لو حضرتك تقول لنا يعني معايير لاختيار الأسر الأولى أو شروط اختيار الأسر الأولى، على أي أساس بتختاروهم؟ يعني المفروض ان انا بتكلم عن اسره تكون معدومه الدخل، الاسر دي بتكون بتعيش في مبنى غير مؤهل للسكن الادمي، بيكون متهالك، بيكون مهدد لحياه الانسان. هنقول كمان ان هم ما بيكونش موضوع ان احنا في قرى كلنا وبيكون عندهم حيازات زراعيه او غيره، هنقول ان احنا بنتكلم عن الصغار المزارعين او الفلاحين، مش بنشوف حد عندهم يعني بالنسبه لانه يمتلك ارض زراعيه كبيره، لا بيكون خارج نطاقنا. طبعا لو في حد اسر ذوي رعايه اولى، اللي هم مثلا حد عنده ذوي احتياجات خاصه، اصحاب الامراض المزمنه، بنتكلم على اللي دخولهم الاجتماعيه قليله، بنتكلم كمان على اهالينا حته التمكين الاقتصادي او ان الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه عندهم ضعيفه. يمكن حضرتك طب يعني اللي بتقوليه ايضا مهم، يعني هل نفهم من ده ان انتوا بتعملوا زي مسح شامل؟ يعني مركز زفته حضرتك قلت انه في اكتر من 500,000 نسمه عايشين هناك، هل بتعملوا حصر شامل بالفعل لكل البيوت دي عشان تقدروا
تطلعوا ببيانات دقيقه عن بيوت الاسر الاولى بالرعايه، او يعني برضو لو حضرتك حطيتينا في الصوره، لانه واضح انه التنفيذ فيه دقه كبيره. علشان نقدر ان احنا نوصل لكل الاهالي في كل القرى، بدانا ان احنا نعمل لجان متكامله داخل فيها، جوه اللجان دي رؤساء من الوحدات المحليه، رؤساء الوحدات المحليه اللي احنا هنشتغل على القرى داخلها. اتكلمنا كمان مع التضامن الاجتماعي، سواء كانوا باحثين التضامن او حتى مسؤولين التضامن داخل مديريه الغربيه، وكمان اتكلمنا مع مسؤولين الزراعه. كل بدأنا نشكل لجنة مكونة من 5 أطراف، بحيث ان احنا لما ننزل في قرية نبتدي نعمل مسح كامل لكل البيوت، ومعظم افراد اللجنة من اهل القرية، بمعنى ان هم عارفين اهل القرية كويس جدا بالزبط. وعارفين مين محتاج ايه وخدماته ايه ومين عنده ايه او مين ما عندوش. فكان التوافق بيتم على كل بيت، على كل استمارة بيت، من 5 أفراد موقعين على الاستمارة دي عشان نطلع بنسب يعني قريبة جدا ان احنا نقول ان احنا قدرنا ان احنا ناخد المستحقين للملف ده ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. دكتور ممكن اسال حضرتك اخيرا عن اخر محور، وهو محور التعليم والمدارس تحديدا. المفروض انه هيتم بناء كم مدرسة، وايه شروط او معايير هذه المدارس؟ المفروض ان احنا عندنا في محور التعليم في عندنا خطة طموحة جدا من ضمن المحاور العالية، في عدد مشروعات عندنا 101 مشروع، بدأنا في 59 مشروع ونهينا مشروعين، نسب التنفيذ فيه وصلت ل 30%. محور التربية والتعليم طبعا اي مدرسة عندنا في زفتة الفترة الجاية ان شاء الله هيتم صيانتها، هيتم تأهيلها ورفع كفائتها. لو في مدارس محتاجين نعمل فيها اضافات وتوسعة بنبتدي ان احنا نشتغل عليها، لو في اماكن فيها كثافة الفصول عالية بنبتدي ان احنا ننشئ فصول جديدة علشان نقلل من كثافة الطلاب. والفترة الجاية كلنا عارفين والاحترازات الاجراءات الاحترازية الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، بحيث ان احنا نوفر مناخ صحي وامن لاطفالنا في القرى دي عشان يقدروا ان هم ياخدوا تعليم عالي الكفاءه. هي دكتور زينب يعني مجهود كبير جدا ومجهود يحترم، وبنشكركم شكرا جزيلا، ومتاكده ان المواطنين فعلا في محافظه الغربيه حاسين بده على ارض الواقع. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور زينب سامي، منسق عام حياه كريمه بمحافظه الغربيه. شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا دايما.